إليه. ينظر إلى مشروع معالجة وتحويل مياه سد كاف الدير بالداموس بين واقع بدأ تجسيده وبين عراقيل تم القضاء عليها، فيتساءل عن مآل المشروع. البراج معمر بالماء، هنا نجيبوا كل واحد كما راه يجيب، واحد راه يجيب الطوموبيل تاعه، واحد راه يجيب السيفون قلت لك 3 كيلومتر، واحد الجوار يعني المهم 3-4 راهم يديبينوا بهم واحد، تيو واحد راهم يشربوا منه. مشروع سد كاف الدير من المشاريع المهيكلة في ولاية تيبازا وقيمة إضافية لقطاع الموارد المائية. طاقة استيعابه تقدر بحوالي 125 مليون متر مكعب. الطاقة الحالية تقدر بحوالي 78 مليون متر مكعب. قدرت تكلفة مشروع بناء سد كاف الدير بحوالي 26 مليار دينار. انطلاق مشروع معالجة مياه سد كاف الدير وتحويله من شأنه القضاء على مشكل التزويد بالمياه الشروب بثلاث ولايات وعلى مراحل. ستستفيد ثلث ولايات من هذا المشروع، ولاية تيبازا، ولاية الشلف، وولاية عين دفلة، إضافة إلى أكثر من 58 منطقة ريفية. مشروع التحويل في فرع تيبازا يضم إنجاز محطة لتصفية مياه السد بطاقة يومية تقدر ب 210 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى 13 محطة ضخ و 22 خزان مائي بسعة تقارب 140 ألف متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 110 كيلومتر قنوات تمتد من سد كاف الدير إلى غاية مدينة سيدي موسى. هذه المشاريع ومشاريع أخرى تؤكد إرادة الدولة والتزامها برفع الغبن على المواطن وتوفير العيش الكريم.